كوميديا فافة. ننتقل إلى موهبة شبابية الجميلة والمبدعة والرائعة نور الهدى شيخاوي، خريجة ألحان وشباب، مشاركة في برنامج يصخى بمجموعة من الفنانين الكبار من ولاية مستغانم الرائعة، هذه الولاية التي تسخر بالشباب المبدع. تحية لمستغانم. طبعا نور الهدى، صحة عيدك. صحة عيدك، ربي يخليك. وبهذه المناسبة نقول لكم كاع صحة عيدكم ونشكرك على هذه الاستضافة. مرحبا بك دوما نور الهدى. نور الهدى، كما سبق وقلت أنت خريجة ألحان والشباب طبعا 2018 طبعا الأخيرة، كما أنك مشاركة في برنامج يسخر بمجموعة من الفنانين. خليني نقول نور الهدى، أنت درستي الموسيقى ولستي شهادة عن انك فقط تملكين صوت جميل؟ لا، كي شغل انا من قبل، ديجا قبل ما نروح الحان وشباب وهذا البرنامج، ديجا قريت الموسيقى عند استاذ بن عطيه نور الدين اللي نوجه له تحيه. تحيه للاستاذ، عيد مبارك عليه. وشاركت في جمعيه الفن والنشاط في مستغانم. دخلت وانا عمري 15 عام، قريت 6 سنين أندلس وكنت نضرب آلة الموندولين. كي نقول أنا طفلة في عمر 15 سنة تدخل تقرأ موسيقى، وموسيقى صعبة وي. يعني لها وزن، هو تشجع من الوالدين ربما؟ كي شغل أنا صراحة كنت نغني بزاف، نغني هكا يسمعوا لي جوارينا وكاع يقولوا لي علاه ما تروحيش تغني، علاش علاش. من بعد ماما هي اللي شجعتني، هي اللي داتني لهذه الجمعية، دخلت عجبتني وبعد كينا قريت فيها وفاتت بزاف غاية، ومانيش ندمانه باسكو دخلت فيها، باسكو تعلمت شعل الحاجه. يعني الشيء الجميل وحاجه شابه بزاف انه الام او الاب يكتشف الموهبه في الولد ويحاول ينميها، ماشي يكبتها ويخلقها. استفدتي جدا من تجربه دراسه الموسيقى؟ ربما دراسه الموسيقى فتحت لك افاق وسعت فكرك في هذا العالم. منتجتك فكره انك تنخرطي في مدرسة ألحان وشباب. دونك انا كنت نبغي نغني بزاف. جات ألحان وشباب عيطوا لي قالوا لي كاين ألحان وشباب. انا في الاولى ترددت، وبعد كي رحت قبلوا لي، وتما كاين كانوا اساتذه كبار، دونك تعلمت من عندهم بزاف، كما استاذ بالفروني نحيوه، استاذ طارق كادم، تعلمت من عندهم بزاف بزاف بزاف، تعلمت عندهم. والحان وشباب زادت اضافت لي الكثير والكثير. ربما الحان وشباب ما كانش هذا هو المحطه اللي وقفتي عندها، كانت عندك كذلك مشاركه في برنامج قاب قوسين، ما غاديش نذكروا الاسم يعني احتراما لخصوصيه البرنامج حتى يرى النور، يسخر بمجموعه من الفنانين الكبار. الاحتكاك دراسه الموسيقى ودرتي تجربة ألحان وشباب واحتكيتي بجهابذة كبار الفنانين، خلق عندك شخصية فنانة يعني وانتي عادة صغيرة؟ سي أنا في الأولى قبل ما نروح كاع ألحان وشباب ما كانتش عندي ثقة في نفسي، كنت كشغل متردة، حاسبة ما عنديش لافوا، حاسبة ما نغنيش. نهار رحت ألحان وشباب قبلوني قلت لك أنه الفنانين شهدوا عليا، فنانين كبار، دونك انا بدات تزيد الثقه، عندك الرغبه وي. وليت نزيد الثقه وليت نزيد نبغي نبان اكثر واكثر، ونبغي هذا الصوت اللي عندي ما ندفناش هنايا، نزيد نبين روحي قد وان شاء الله برامج عربيه لما لا. ان شاء الله يا ربي ماشي برامج عربيه، تبارك عالميه عالميه ان شاء الله. خصوصا انه احنا محتاجين الشباب تاعنا انه ينقل الفن والموسيقى الجزائريه بمختلف طبوعها، لانها موسيقى ثريه وغنيه عن التعريف، ينقلها للعالميه. تقدر تسمعينا حاجه في صوتك، مقطع اكابيلا؟ اوكي، ما كاش مشكل. بما انه عيد الام اللي نحيوهم ونقول لهم عيد الام سعيد، ربي يخلي لنا كاع امهاتنا، غادي نغني على الام. واش يبقى لي لا راح الغالي، ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي، حتى الدمعة ما بقت واسيني، وشكون بحالك في الدنيا يبغيني، امي انتي هي المرايا اللي كنشوف راسي فيها، كنحس
حسب روح معايا حياتي ناقصة بلا بيا وش يبقالي لا راح الغالي ما يحسبي بيا اللي حلو من حالي حتى الدمعة ما قدرت واسيني وشكون بحالي في الدنيا يبغيني. صوت رائع وبحسن تلاني رائعة. تحية لكل الأمهات، تحية أمي الغالية في هذا العيد، يقول لك عيد مبارك ربي يعطيك الصحة. تحية أمك الغالية وكل أمهات المسلمين والمسلمات، نقول لكم عيد مبارك ربي يعطيكم الصحة ربي يخليكم لينا والله يرحم أمهاتنا اللي تحت التراب. هدى يعني خليني نقول أنه صوت اللي يكون قوي وشجي ما يكفيش وحده، وإذا درسنا وكذا وثقفنا في الموسيقى وكذا كذلك غير كافية إلا إذا كان الإصرار دائم والرغبة دائمة. هل هدى ربما تعرضتي لانتقادات، تعرضتي لمجموعة من خليني نقول حواجز اللي خلت الرغبة عندك تنقص؟ سي تعرضت بزاف. قبل ما نروح الحين والشباب كنت كي شغل حاسبة ما عنديش نهائيا لافوا، باسكو جامي غنيت وحدي ولا هكا زعما في الجمعية اللي كنت نقرا فيها، وكي شغل كنت متردة بزاف بزاف باسكو كنت ما كانوا اللي حاطين بيا كانوا المحيط اللي ما كانش مشجع فوالا، كانوا يقولوا لي شغل تعش تغني فايس هادي كنت غني ما على باليش هكا فايس كيما هكا. وموراها كي رحت لحن وشاب ما نكذبش عليك واحد الزهر ما كنتش دايرة في راسي بلي غادي نربح. ربحت في الكاستيك تاع وهران، بعدا رحت لالجي كي شغل الهضره اللي قالوها لي الفنانين الكبار اللي كانوا تما اللجنه كان كيسام ربما على صدرك كي شغل غراف. فرحت بزاف كيفاش شكروني غير انا من هادوك ومننا، فرحت بزاف بزاف. وزدت من دخلت الحان وشباب كنت كل ما نغني كان استاذ عامر اللي نحيوه كان ثاني واساتذه ثاني كانوا يقولوا لي عندك صوت تقدري توصلي به بعيد، كنت نزيد نشجع روحي. وزدت فاني كي رحت هذاك البرنامج لقيت اساتذه كبار تماكينه اللي هما شجعوني بزاف، وتما بديت ندير الثقه في روحي. طحت بكيت وليت نقول انا ما نعرفش نغني خطراش وكاع، بصح من بعد كينا مع الوقت مع الوقت عرفت بلي هذه الدنيا الا باغي تربح وتوصل للحلم تاعك ما غاديش توصل ديريكت بالدرجه ونطيحوا. انه كاين اعداء النجاح هذا امر واقع، ولكن يجب ان تملك شخصيه قويه اللي تخليك تزيد تكمل تعرض وتتجاهل اعداء النجاح. كان عندك ديو مع الشاب منصور. وي هذا الديو يعني خليني نقول انه من اندلسي حوزي انتقلتي لطابع اخر طابع الراي، كيفاش كان هذا الانتقال هذه القفزه؟ كي درت ديو مع نصرو اول مره كي طلعنا للمسرح في الحان وشباب في الاولى حسيت بالخوف، وليت نقول كيفاش مغني اللي كنت نحلم باش غير نحضر حفله ليه راه واقف حدايا راني نغني معاه. يعني حكمتك هيبه الحضور تاع نصرو صوتو انه قامه وي سورتو شغل واحد تكوني غير تسمعي له ومتاع بكري شاب حسني شاب نصرو وفجاه انك تقي فينا امامه ولا. ربما هذا خليني نقول فتح النهم تاعك والشغف انك توقفي امام قامات اخرى ولا تشاركي قامات اخرى. شاب غنيت مع شاب نصرو ومع فنانه امال زين وكنزه موسلي. تحية للفنانات الرائعات. تحية لي. خليني نقول لو كنت سمعينا حاجة بصوتك أندلس اختاري أي لون تحبي. كيف الله ينام العاشي الله الحبيب يقضى كيف ينام العاشي والحبيب يقضى أمود سكنة قلبي وعبدك وإله الحق
عشقي في الزين نصاحة غيوان وزاد جراحي سببيه للهوى زينة الدواء سبابيه للهوى زينة الدواح يوم نعطفو بنصاحة جوي زارو منقاقي صابوني ملي عت الهوى نشوان بلا راح. الله على جمال ألواننا وطبوعنا الجزائرية وعلى جمال صوتك الرائع. يخليك يعني ما شاء الله تستحقي انك تكوني في ديو مع قامه مثل هذه. حبيتي يعني كسؤال اخير ربما كيفاش يعني خليني نقول انه تقدر فتاه جزائريه عندها موهبه معينه ولا عندها طموح معين انها تكسر كل الحواجز اللي تصادفها في حياتها، خصوصا انه خليني نقول الحواجز على الرجل والمراه، ولكن على المراه اكثر خصوصا في الفن في الظهور في دونك هي سي فري المراه تلقى بزاف كي شغل اراء سلبيه، تلقى الناس يقعدوا يقولوا هذيك فاش تغني احفايستي من هكا. مي حنا انا واحده من الناس نغني حاجه نقيه، حاجه المنطقه تاعي اللي راني جايه منها نحاول نحافظ عليها قد ما نقدر، باسكو حنا منطقه محافظه بزاف، دونك لازم كيفاش في اللبس في الهضره في لي مانيير شعل مع نفسك، يعني انك تعرفي كيفاش تمثلي ربما فوالا كيفاش نمثل المنطقه اللي راني جايه منها فوالا. دونك الا انت راكي تمشي نيشان وراكي الفن تاعك توصليه بطريقه اللي هي صحيحه، دونك هاد الاراء السلبيه اللي من ناحيه تاع اللي حنا نقولوا تهدم الهدامه اللي تهدم الشباب اللي رانا نشوفوهم بزاف هذيك ما نديرش عليها، بصح الاراء البناءه يعني هي اراء سلبيه مي بناءه اللي تخليني نخدم عليها هذيك نقبلها على الراس والعين، اما الاراء السلبيه تخليني نزيد نمشي لقدام. اكيد طبعا هذه من صفات الانسان والفنان الناجح. كلمه اخيره توجهها ربما لمتابعيك لعائلتك؟ الحاجه الاولى نقول لكم المشاهدين اللي يشاهدوا فينا صحة عيدكم، ولعائله شيخاوي عائلتي وعائله غوبريني نقول لكم صحة عيدكم. وبهذه المناسبه بغيت نقول لبنت عمتي اللي جابت لنا من الزيوت جديد نقولها كل شيء بركه عليك ان شاء الله يتربى في عزكم وصحة عيدكم. ثاني صحاباتي ناديه من سوريا وليندا نقول لهم صحة عيدكم وصحة عيد الام الجزائريه والام المسلمه نقول لكم صحة عيدكم. صح عيدكم الرغدة وشرفتينا وتمنى ربي يخليك ميرسي بو أخرى في مناسبات أخرى صافي بليزي وتبقي دائما تمتعينا بهذا الصوت الرائع ربي يخليك الشجية. طبعا مشاهدينا الكرام نلتقي لنعود ولكن بعد هذا الفاصل خليكم اليوم.